لكن لدى السعودي لدى السعوديين همة. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. نسب الذكرى الثالثة ونجدد له العهد والولاء أطال الله في عمر سموه. نبارك لسمو ولي العهد محمد بن سلمان ونجدد له البيعة الثالثة ونشكره على جهوده وما يقدم المرأة السعودية من دعم. نبارك لسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الذكرى الثالثة للبيعة ونجدد له البيعة بالسمع والطاعة. نبارك محمد سلمان على البيعة الثالثة ونشكر على جهوده ونجدد له البيعة. نشكر ولي العهد ونبارك له في مناسبة البيعة الثالثة وإلى التقدم إن شاء الله والازدهار، ونشكره على تعاونه مع الشعب السعودي ومع المقيمين بشكل خاص. نبارك للأمير محمد بن سلمان على البيعة الثالثة. طبعا نحب نشكره على جهوده الكبيرة للمقيمين، وطبعا في مجال انا اللي انا شغال فيه طبعا في القطاع الصحي، بسم الله ما شاء الله يعني على الجهود الجباره يعني في القطاع الصحي. نبارك محمد بن سلمان لهذه البيعه ونجدد له البيعه ونشكره على ما قدم من جهود للمملكه العربيه السعوديه في هذا العام وفي كل عام. إما أنا بكلهم زمن العهد هو وهنا سامي للجلال والأكرام في العشرة التوالي يصلح شعبكم ويطول أمعاركم ويتم حلالنا أمن والأمار مسعود الله في مسعودكم ولا يقبل الله وعلاكم أنتم ملك المسلمين